مقبرة القسام، قضية مقبرة القسام. مقبرة القسام تتعرض للاضطهاد من قبل شركة جرور أحزاكوت، وقد كانت هناك الكثير من محاولات الدخول لأرض المقبرة لإقامة المشاريع عليها، ولذلك قمنا بحراسة المقبرة بالليل وبالنهار. بالليل لأننا نخشى بأن تقوم شركة كيرور الدخول لأرض المقبرة خلال عدم التواجد من طبعا كحراسة ليلية، الدخول عنوة إلى المقبرة والاعتداء عليها. وكان لنا طبعا تجربة مريرة مع الشركة في شهر 3 الفائت، عندما أقدمت الشركة على الدخول لأرض المقبرة توقعنا أنها ستقوم به ليلة، ولكنها كانت في ليلة. ولكن من تجربتنا مع العديد من المقابر، مقابر المسلمين في شتى البلاد طبعا في يافا وفي غيرها، أن قاموا ليلا بالدخول لأرض المقبرة ولم يمنعهم ذلك من حفرها وبحشها وطبعا إزالة طبعا العظام وطبعا الاعتداء على حرمة الأموال. فلذلك نحن نسعى دائما جهدنا ما استطعنا أن يتواجد بشكل دائم حارس ليلي وكذلك حراسة بالنهار، لأننا لا نأمن أي جهة بأن تقوم بالاعتداء مرة أخرى على أرض المقبرة.